السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع. نتمنى دائما السلام للجميع. للأسف يا أخوان، ذي الأفعى الجرس لكنها مقطوع، شايفين اللي بتطلع منه الصوت؟ ركزوا، هي الآن تكون بإخراج صوت بس فيش جرس، شايفين فيش صوت، هاي هيك بتحرك فيه، شايفين؟ طبعا هي كانت في هذا الحوض، بحثنا فنجارة، بحط فنجارة برضو ما لقيته. أنا بقول لك الشباب منظفين عدة مرات على الحية وذيلها مقطوع، هم مش عارفين. هلكيت سبب إنه الحية ليه كيف قطع، هذه حية جرس، هل السبب بتعلق بالعمر؟ هل عمرها كبير؟ هاي عينيها كلبات، عينيها زرق، شوف كيف عينيها صايرات، هتدخل غيار جلد. المهم مش عارف، غريبة يعني. عندي كمان جرس لكن بكبر، ودائما بتشلح ثوبها والجرس بضل، لكن ان شاء الله تقدر تطلع بداله، ممكن، الله اعلم. تعالي، هي لو لها جرس كان الان بتخرج في صوت الجرس. طبعا هذول الكفات اللي لابسهم اخواننا خصوصي للدغات الافاعي، للأسف راحت الهيبة يا جرس. الآن شوفوا كيف يا أخوان، سبحان الله، كان جرسها طويل وكان يلعلع تلعلع، كان صوته يطرب، يعني كنت لما أسمع صوته أسمع صوت الطرب والجمال. سبحان الله الذي خلق الأفاعي وخلق الإنس والحيوانات والجن المهم تخيلوا الدنيا بدون أفاعي يا أخوان، والله صعب. الآن الأفعى تدخل غيار جلد، يا إلهي إنها تقوم، شايفين هي بتطلع كعد الصوت هاي، لكن للأسف شايفين اهتزاز قوي عم تطلع، طلع اهتزاز قوي جدا، لكن ما في جرس. أنا لاحظت عليه بالفترة الأخيرة الجرس تبعها خف، كانت تطلع بس كان خفيف صوته، لكن ما توقعت انه بده يروح، لكن ممكن انها الحية كبيرة لانه هاي عمرها تقريبا 20 سنة. هاي طبعا هاي بتعيش اخوان بامريكا، تكساس والمكسيك، المناطق الصحراوية، هاي انتشارها غاد بالملايين. طبعا انا عندي منها اصفر، طفرة بجنن، شطورة يعني. حية الجرس اخوان عشان تبقوا عارفين مش عدائية، مثل في افاعي خلص ما بتقدر هيك بتقرص، بتعمل هيك بضلها تقرص، في حقايا بتقرص عند ما بدها. حية الجرس بتعطيك انذار، ما بتقرص الا لما تشعر بالخطر الشديد. تلاحظ لما يكتربوا افاعي الجرس، اذا بتشوفوا بتضلها تضرب بالجرس وتحاول انها ما تقرص، تعطيك تحذير ابعد عني. للأسف أنا دورت على الجرس ما لقيته اللي وقع، هاي هون شكله رمين ومع نجارة مع التنظيف مش منتبهين، لأني أنا إلي فترة ما شفتها، فشكلهم منظفين عدة مرات ما انتبهوا. لا حول الله يا رب، على كلا لو شفنا، لو خلينا الجرس تاعك مش مشكلة. عينيها الآن زرق زي ما انتو شايفين، كلبوا عينين الأفعى على زراك، طبعا هذا اللون اللي على زراك شايفينه، هذا إخوان لما الأفعى تبلش تفوت غيار بيصير لون عينيها هيك بهذا الشكل، بعدين عينيها بيرجعوا طبيعيات، بعد ما يرجعوا طبيعيات كم يوم بتبلش تشلح بالثوب. طبعا بتبلش من التم تشلح، بتصير عملية الانسلاخ، بتصير من عملية الانسلاخ من الشفايف، يم بلش شوي تصير هيك تطلع، بعدين بتصير سبحان الله تنسلخ عن من ثوبها لجلبها، لأنه الأفاعي لا بتكبر ولا بتخمل ولا مستحيل يعني إلا لما تشلح ثوبها، سبحان الله.
طيب انا راح فرجيكم هاي فيديو، هاي فيديو والجرس تبعها شغال، شوفوا محلها. شو اسمع الجرس، جرب الصوت، خلي الجرس. شوفوا راسها يا اخوان، اطلعوا فوق عينيها، في زي الكرون، هم مش كرون لانه الافعى المقرنه بتختلف. الكيت وهو فشلها جرس. الان هي بتطلع في الصوت، طلع طلع كيف برج ارتجاج قوي، شايفين؟ ركزوا، لكن ما بدون صوت. للاسف للاسف راحت الهيبه. السلام عليكم.